سلمى، بالأزمات العالمية دائما بيكون في سلوكيات معينة للأفراد يمكن تكون خاطئة، فبعد إعلان مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات الوقائية حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكانت هذه الإجراءات على كافة المستويات التعليمية والثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية، مما دفع الكثير من الناس للقلق وعملوا على تخزين كميات كبيرة من المواد التموينية، على الرغم من تأكيد وزارة الصحة السورية من عدم تسجيل أي حالة مصابة. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتورة آداب عبد الهادي، وهي دكتورة في الصحة النفسية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا أهلا، صباح الخير. يسعد صباحك دكتورة. أهلا، صباح الخير. يعني بداية خلينا هيك نحكي، يعني علميا هي الحالة اللي بتصيب الناس بشكل عام وكتير سمعنا وقرينا عنها بالفترات الماضية عالميا قبل ما توصلنا هي الحالات، عن حالة الهلع أو الخوف أو إثارة القلق بين الناس اللي ممكن يكون مبررة نابع من الأشخاص، بتنتقل بالعدوى بين العالم، إنه بصير شخص بخوف الآخر فبصير عنا حالة هلع مثل ما بيقولوا. هلأ في حالة الهلع العامة، حالة الهلع المجتمعية، أو حالة الهلع الشخصية مثل ما عم بيصير نحن عنا هون بسوريا هلأ وبالعالم كله. في عنا نوبات هلع عامة وهلع فردية. شدة نوبة الهلع وحالة نوبة الهلع وطبيعة نوبة الهلع تختلف من شخص إلى آخر، في فروق فردية حسب نمط الشخصية. لأنه أساساً هي شو نوبة الهلع؟ هي حالة فزع، خوف، حالة شديدة، فزع مفاجئة. الهلع امتزاج بين القلق الشديد والخوف الشديد. فمزيج القلق والخوف ولد عند الشخص نوبة. ليش نوبة؟ لأنه فترة قصيرة، أحياناً تمتد من 5 دقائق إلى 30 دقيقة. فهذه نوبة الفزع التي تصيب هذا الفرد نتيجة لبعض المعطيات الموجودة، كالخوف من هجوم معين، من مرض معين، من فشل معين، من قلق معين، خوف معين. الخوف هو حالة ردة فعل، حالة استجابة انفعالية عند الشخص لخطر سيحدث. أما القلق ردة فعل استجابة انفعالية عند الفرد لخطر قد يحدث وقد لا يحدث. الهلع يكون حالة الخطر ربما لن تحدث، ليس من الضرورة أن يحدث الخطر في حالة الهلع. لذلك يحذر الناس من الانجرار خلف ما يؤدي بهم إلى الهلع، لأن نوبة الهلع أحياناً قلنا نحن أنه هو في فروق فردية بين شخص وآخر. بعض الأشخاص يقعون عرضة للهلع، بعض الأشخاص لديهم مناعة عالية مقاومة للصدمات الخارجية للهلع. نوبة الهلع بحد ذاتها عند الأشخاص الضعيفي المناعة، المقاومة للاضطرابات النفسية قليلة، قد تؤدي بهم إلى الإصابة بالجلطات. لأن هلأ شوفي، بالمناسبة نوبة الهلع تشبه الإصابة بالكورونا. نوبة الهلع بتصيب الشخص، الهلع الفزع الشديد، اضطرابات، ضربات قلب، ضيق تنفس، تنميل بالأيدي، خدر بالأرجل وبالأيدي أيضا، صداع، دوار، غثيان، سخونة، أحيانا برودة، بيقول لك دقته البردية أو رجف، اضطرابات معوية، تلبك معوي، التنفس بيصير كله في مشاكل. هي الاضطرابات اللي هي أساسا أسباب نفسية ناتجة عن اضطراب بالجهاز العصبي. هذا الاضطراب اللي صار خلخلة قلقلة، الجهاز العصبي تخربط، لما تخربط صارت فيها الأشياء. هي الأشياء منشأة نفسي تزول بالعلاج. السبب الأساسي لبعض الأشخاص الذين يصابون بالهلع، نحن ما بدنا نلومهم لأنه أيضا هناك أسباب فيزيولوجية لها علاقة بذلك. قلنا في البداية هناك فروق فردية بين شخص وآخر، بعض الأشخاص يقعون عرضة للهلع،
بعض الأشخاص لا يقعون، الذين يقعون عرضة للهلع يكون هناك في خلل بآلية عمل الهرمونات بالدماغ، بيزيد إفراز الدوبامين، بيزيد إفراز الأدرينالين، بيصير في خلخلة. هي الخلخلة تؤدي الخلل بالناقلات العصبية إلى هذه إلى زيادة شدة الهلع. وبالمناسبة النساء أكثر إصابة بالهلع من الرجال بثلاث مرات يعني. أيضا الأطفال يصابون، وأكثر إصابة وخطرا لحياتهم هم الكبار في السن، لأنه أساسا بتكون أجسادهم ضعيفة وبالتالي يقعون عرضة للهلع. الهلع بشكل عام للشخص أو للمجتمع، الهلع العام مثل هلأ في بالكرة الأرضية كلها في هلع، الناس كلها يخشون من الإصابة بكورونا. شو يعني الإصابة بكورونا؟ يعني الموت بالنسبة لهم. فصار وقت صار الكورونا شبح، خافوا الناس، لجأوا إلى ممارسات خاطئة في الحياة. هذه الممارسات يعني زادت من حدة الموضوع وزادت من خطورة الموضوع، نعم. وبالتالي أصبحت حياتهم في خطر أكثر. نعم. لو تعاملوا بحالة فيها الكثير من الهدوء، الكثير من الاسترخاء، حافظوا على جهاز النفسي، الجهاز النفسي يوم بتكون المناعة النفسية عالية أيضا تكون مناعة الجسم عالية. ليش بيقلك من يقاوم الكورونا والأمراض الشبيهة بذلك؟ هم أصحاب المناعة العالية. وشو بيقلك؟ بيقلك خذي فيتامين سي حتى تعلي مناعتك. طيب أيضا الجهاز العصبي والجهاز النفسي والجهاز الروحي بحاجة إلى مناعة عالية. تماما. ما هي المناعة؟ ما هو فيتامين سي الروح، فيتامين سي النفسية والشخصية القوية؟ هو الهدوء، الاتزان، المواجهة، الصبر، التأني، الثقة بالذات والإيمان بمقدرتي أنني قادر على مواجهة أي خطر محدق. لن أجعل نفسي وحياتي عرضة لوحش فتاك لن يصل، ربما يصل وربما لن يصل. إن الهلع ليس بالضرورة أن يكون الخطر سيقع. ليش الخوف؟ قدامك شبح، إيه جاي علي، بدي أعمل احتياطات من أجل أن أحافظ على بقائي. هذا الخوف. القلق ربما يكون هناك خلف هذا الجدار وحش، ربما هو بجزء ما يكون، لكن احتمال، عم نحكي حالات احتمالية. أما الهلع هو مزيج بين الاثنين، كل الأمور. حتى القلق أنه توقعي أن سيأتي إلى خلف هذا الجدار وحش، يعني ما في خالص إلا أن توقعاتي التي أصابتني بالقلق والارتباك والخوف، الخوف على حياتي من الموت، هي اللي عملت نوبة الفزع الشديدة التي عند 95% من الناس غير مبررة. ليش قلنا الهلع عنا من كورونا؟ طيب أنت في بالنسبة لكورونا في أسباب محددة تقول ينتقل من خلالها العدوى. طب إذا لم توجد هذه الأسباب، هلا هون عندنا بالاستوديو ما في كورونا، لماذا نصاب بالهلع والزعر والخوف؟ نصاب بالزعر عندما يوجد السبب، يوجد المسبب، لا يوجد المسبب. علينا ان نحافظ على الهدوء، على الاتزان، على الاستقرار من اجل ان نحافظ على حياتنا، على بقائنا. نعم دكتورة، يعني بحالات الأزمات مثل أو الأحداث العالمية مثل كورونا، سلوكيات الفرد بتكون دائما مدفوعة بعدة عوامل، ممكن تكون عاطفية أو عقلية أو حتى نزعات فردية إذا فينا نسميها نحن الأنانية أو حب الذات، بتبرز يمكن أكثر بهيك مواقف. خلينا نحكي عن كل نوع من هدول السلوكيات وقديش بيأثر بزيادة الأزمة أو يمكن حتى يخلق أزمة هي ما أنا موجودة. هلا هو ما صارت الموضوع أنانية بقدر ما هو علي أن أعيش، أنا أريد أن أبقى على قيد الحياة. بهي الأزمات وهي الأزمة اللي صارت عنا صار شبح مخيف أمام الناس، هو إنه إيه إذا جانا الكورونا بدنا نموت، إذا ما متنا من الكورونا رح نموت من الجوع من العطش. فخليني هلا
هلأ بالمناسبة في بعض الأساليب الخاطئة التي اتبعتها الدول في التعامل إعلاميا مع هذا الموضوع. هذه الأساليب والسياسات الخاطئة جعلت الناس يصابون بنوبات الهلع والاضطراب والخوف والقلق والفزع، وبعد منهم صار عندهم وسواس قهري. فمن الموضوع الأنانية مو هو أنه ممكن أسرة عندها أولاد أنا بدي أمن الخبز، بيروح بيجيب له 30-40 ربطة خبز، بيروح بيجيب له 20 علبة حليب، بيروح بيجيب له 30-40 كيلو رز. هون دكتور أنا هون عم بحكي بالأنانية أنه ما في مسبب، يعني مثلا خلينا نحكي بسوريا، نحن وزارة الصحة لهلا عم تعلن أنه لا يوجد أي حالة إصابة بالكورونا. هذا الدافع اللي أنا عم روح لأخذ كميات أكبر من حاجتي يمكن أنا أتلفها ما استخدمها، هون ما بتكون لا تعتبر بعلم النفس أنه هي أنانية، أنه أنا عم بحرم حدا تاني يمكن هو بحاجة هي علبة الحليب أو الرز أو السكر؟ هي بتندرج تحت إطار الأنانية، لكن هي تحت عنوان القلق أكثر. القلق والخوف من المستقبل، عدم الإحساس بالأمان. وقت الإنسان ما بيحس بالأمان بيصرف بشكل غريزي، غير عقلاني، بيفقد العقلانية. طيب هون دكتورة قديش بس لقلك القلق تفضلي. القلق صارت الحالة يوم بيسيطر القلق. القلق والهلع بالمناسبة الهلع يصنف كاضطراب نفسي في الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسية. إذا الإنسان المصاب بالقلق والهلع أصبح الشخص غير عقلاني، لن يفكر بالآخر، جل تفكيره بذاته بنفسه بأن يبقى على قيد الحياة. هون لأنه صار في خلل بالتفكير، وهي الأنانية وهي الخلل في التفكير في إلى مسببات أخرى. نعم دكتورة، يعني مثل ما حكيت يمكن حالة الهلع اللي شفناها نبعت من الشخص من خوفه من المجهول، يعني بشكل عام. اليوم قديش المحيط بيلعب دور؟ دائما بكل حالة سلوكية بنحكي عنها بالمجتمع أو اضطراب سلوكي بيمارسه الشخص غصب عنه بنقول أنه المضطرب سلوكيا يتأثر بالمحيط بشكل عام. الأفعال المحيطة اليوم قد ايه بتأثر؟ لما أنا بدي أقول لك جيران نزلوا شفتون عم يشتروا عبوا طبون السيارة، جارنا معبي طبون السيارة، فلانة شفتها بالمول جايبة وعم تركض عم تعبي هي أولادها كذا كذا، هي الأفعال السلوكية. أو حتى لما بنشوف على السوشيال ميديا اليوم كله عم يحكي بشكل حتى استهزائي ببعض الأحيان، ولكن هي عم تحمل رسائل من غير ما نحس. لما نحن عم نتناقل أنه يلا أنا جبت بصور صورة طاولة مليانة كلياتها شيبس وبسكويت وبزر وكذا، وأنه استعدت للسهرة للكورونا. يعني قدي هاي التصرفات اليوم بتأثر بشكل عام على الشخص حتى لو هو ما كان عم بيفكر بالموضوع؟ طبعا موضوع الإيحاء وموضوع التأثر بالآخرين. ما نحن شو هو الإنسان؟ هو جزء في هذه الجماعة، يتعامل ويتصرف بسلوكه كما تتصرف الجماعة. فعندما يشعر المرء أن الآخرين لديهم قلق شديد، حتى إذا ما عنده قلق سيتفاقم القلق. لما بده يشوف جاره أخذ له شيء 20 كيلو رز، مو نوع من التقليد بقدر ما هو السعي أيضا للمحافظة للامتلاك. على بقائه، لتأمين ذاته، لإحساسه بالأمان. هلأ الناس ليش عم بيروحوا يشتروا؟ من باب الشعور بالأمان. هلأ أنا سمعت أحد الناس بيقول لك إذا صار ما صار هي عنا بالبيت كل شيء، عنا خبز وعنا سكر وعنا حتى خبز يابس. إذا هو وصل لمرحلة أنه شعر بالأمان بمجرد تأمين احتياجاته، وهذا الموضوع خاطئ. لأنه نحن هلأ يعني الإنسان سيما بسوريا، خلينا نقول نحن قلنا 10 سنوات نعيش ظروف صعبة جدا، مع ذلك نحن ما اضطرينا أنه نحط 20 ربطة خبز بالبيت ولا 20 كيلو سكر. إذا نحن نعيش في سوريا حالة من الأمان النفسي. الأمان النفسي أنه يعني نحن عنا أكل وعنا شرب وعايشين منيح، مش ضروري أنه مثل سويسرا، لكن بالقدر المستطاع على الظروف التي عانيناها على هال10 سنين. هلأ في شغلة لقلك شغلة، حتى بموضوع كورونا، حتى بموضوع كورونا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، يمكن بيقولوا لك ليش كل البلدان فيها إلا نحن ما عنا. إذا جيتي بالمنطق بتلاقي إيه نحن مثلا روحاتنا وجياتنا لبرا قليله، نحن ما عندنا اي طياره بتجي على سوريا على المطار، وهو بينتقل بالطيارات. اذا نحن نعيش في حاله امان حقيقه. وهلا في اجراءات احترازيه زياده، والاجراءات هلا هون اللي خوف الناس
انه ليش الدولة اتخذت الاجراءات الاحترازية، معناتها اكيد نحن ملاي البلد كورونا. لا، بس الناس لا يعرفوا الاجراءات الاحترازية، مدة احتضان الفيروس 20 يوم، خل الدولة عملت الاجراءات الاحترازية تمرق ال20 يوم تنضل بامان وبسلام، هي اجراءات وقائية، وقائية يعني مش لو كانت في عندنا فيروس كنا عملنا اجراءات علاجية، كنا بلشنا نعالج. هذه وقاية لا تستدعي الهلع، لا تستدعي القلق، لا تستدعي الخوف. أكيد. الإجراء الوقائي الاحترازي الذي اتخذته الدولة من منع التجمعات وتقليل المناسبات العامة إلى آخره من أجل الحماية والحفاظ حتى تنتهي مدة احتضان الفيروس. مدة احتضانه 20 يوم، هل 20 يوم بتخلص الاحتضان مدة حضانة الفيروس وتعود الأمور كما كانت؟ فهذا لا يعني أننا عندنا الفيروس، لو كان عندنا كنا اتبعنا إجراءات علاجية مختلفة عن هذا الموضوع. أكيد. يعني دكتورة دائما نحب وجودك معنا بالاستوديو، بناخذ النظرة العقلانية من حضرتك. أكيد يعني كلمتنا الأخيرة لكل الناس، ما في داعي لا لحالات الهلع ولا القلق، هي إجراءات احترازية فقط. نشكرك كثير لوجودك معنا. يا أهلين وسهلين.